التواصل مستمر متابعينا الافاضل، والتحيه متجدده بحضراتكم عشاق الاصايل متابعينا في كل مكان، من هنا من ميدان سيف العرب في تواصل انطلاقات الشواط ايضا الاذاع، وينطلق شوطنا السابع بحفظ من الله ورعايه الخاص بالقعدان المحليات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من ابناء الغبايل. نسير الى المقدمه ونتابع الصداره والمركز الاول، هنا هملول ينطلق على البدايه الاولى بشعار معالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد، واللي يتولى عمليه تضميره وتدريب محمد بن سعيد بن بروك الحميري، بينما انتقل الى ثاني المراكز لاتابع جلمود اللي ياتي على المركز الثاني، محمد بن راشد بن سويدان بن حضيرم هو اللي يحتل المركز الثاني وغير في طريقه الى الصداره، بينما ننتقل الى المركز الرابع لاتابع القادم على المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الثالث نعم اللي ينضم الينا شكلان عبد الله بالثاني بالكديد الفلاسي، بينما المركز الرابع اللي تراجع فيه ايضا اللي هو الطاغي عبد الله بن سعيد بن صبيح الراشدي هو اللي احتل المركز الرابع، بينما انتقل الى المركز الخامس اللي ياتينا متابعينا الكرام في خامس المراكز، ها هو ايضا القادم في هذه اللحظات شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم وسيف بن احمد بن خريده اللي يتولى عمليه تضميره وتدريبه على المركز الخامس، بينما النقله التاليه الى المركز السادس، سادس المراكز أرى الإثارة الحاضرة مع دالي وشاهين اللي تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن المر آل مكتوم وسعيد بن سالم الينيبي يتولى عملية تضميره وتدريبه على المركز السادس، بينما المركز السابع شعار دكتور الأصايل بدأ يظهر في هذه اللحظة الجميلة مع دا ما يخاف عبيد بن علي بن رشيد الكتبي هو اللي احتل المركز السابع، بينما المركز الثامن اللي ينطلق فيه متابعين الكرام شاهين بشعار سمو الشيخ راشد بن احمد المكتوم واللي يتولى عمليه تضميره وتدريبه حميد بن بدر العليلي، اما تاسع المراكز المركز التاسع اللي ينطلق فيه متابعين الكرام ها هو كفو عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي، بين معاشر المراكز اللي ينضم له هو شاهين بشعار سمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي وسالم بن علي المسا يتولى عملية تضميره وتدريبه. هذه هي العشر المراكز الأولى ذعناها لمسامعكم متابعينا الأفاضل، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، ها هو اللي يسيطر على مجريات هذا الشوط اللي هو جلمود على الصدارة، واعتقد انه من سلالة جلمود اللي يسيطر على المقدمة الأولى وعلى المركز الأول في هذه اللحظات. يتواجد محمد بن راشد بن سويدان بن حضيرم اللي بدأ يسيطر مع المقدمة الأولى، والمركز الثاني شكلان اللي يشكل المسيرة مع المركز الثاني في هذه اللحظات، لعبد الله بن ثاني بالكديدة الفلاسيات على ثاني المراكز، والمركز الثالث الطاغي لعبد الله بن سعيد بن صبيح الراشدي هو اللي احتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع تواصل المسيره مع هملول بشعار مع الشيخ محمد بن بطي ال حامد ومحمد بن سعيد بن بروك اللي يمتطي بالفعل في المركز الرابع، بينما اتابع المركز الخامس اللي ينطلق متابعينا الكرام ويغير من مركز الى مركز اخر، يتقدم في متابعينا الكرام شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسيب بن أحمد بن فريدة اللي يتولى عملية تضميره وتدريبه في المركز الخامس.
خامس بينما المركز السادس اللي بدأ ينطلق هناك شاهين بشعار سمو الشيخ محمد بن المرة المكتوم وسعيد بسالم الينيبي يتولى عملية تضميره وتدريب. هذه هي النتيجة لست المراكز الأولى مع ندائنا الثاني. نكتفي بهذا الندى ونكتفي بهذا الغدر لستة المراكز الأولى ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله، هملول بدأ يلعب لعبة الكراسي المزيغية في تبديل المراكز من مركز إلى مركز آخر. ها هو هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ويضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري، ولكن هنا ها هو أيضا جلمود يأتي على المقدمة يتسلل رويدا رويدا مع المقدمة الأولى من محمد بن راشد بن زويدان بن حضيري من اللي أيضا يتابع على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثالث هو شكلان لعبد الله بالثاني بالكديدة الفلاسياتي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الله يا سلام المركز الرابع هو شاهين بشعار سمو الشيخ محمد بن المرة المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي يتولى عملية تضميره تدريبه. خلاص هنا النهاية بانت يا ابو سالم، الكل بدأ يحرك، وأيضا نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. يا سلام انطلق 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 هملول 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 على الصدارة وعلى المركز الأول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومحمد بن سعيد بن بروك الحميري يتولى عملية تضميره وتدريبه. سلام يا بن بروك، سلام سلام على هذا الأداء. المركز الثاني ها هو ينطلق في جلمود لمحمد بن راشد بن سويدان بن حضير، ولكن هملول هملول ينطلق على الصدارة ينطلق على المركز الأول. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد وتهانينا لمحمد بن سعيد بن بروك الحميري على هذا الأداء الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن هذا الفوز والانتصار. هملول تهاني المركز الثاني أتى في جلمود لمحمد بن راشد بن سودان بن حضيرم، المركز الثالث أتى في شكلان لعبد الله بثاني بالكديدة الفلاسي. هكذا نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى ولحظات الوصول. أيضا متابعين الكرام أيضا اللي هو هملول قاطع مسافة الخمسة كيلو مترات في زمن الغدرة في 7:57. تهانينا والناموس إلى معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، وتهانينا لمضمر مره الذي رافق في عملية التضمير والتدريب من البداية إلى